في إحدى الجامعات في كولومبيا حضر أحد الطلاب محاضرة مادة الرياضيات متأخراً، ونظر إلى السبورة فوجد أن الدكتور كتب عليها مسألتين فنقلهما بسرعة، وعندما رجع إلى البيت ولشعوره بالذنب بدأ يفكر في حل المسألتين. كانت المسائل صعبة جداً، ذهب إلى مكتبة الجامعة وأخذ مجموعة من المراجع، وبعد 4 أيام استطاع أن يحل المسألة الأولى، وهو يقول: ما هذا الواجب الصعب؟ واضطر إلى الذهاب إلى مكتبة أخرى للحصول على مراجع تخص المسألة الثانية، وهو يتعجب أيضاً لصعوبة المسائل التي لا علاقة لها أصلاً بدراسته. وفي محاضرة الرياضيات التالية استغرب أن الدكتور لم يسأل عن الواجب، فذهب إليه وقال له: يا دكتور، لقد استغرقت في حل المسألة الأولى 4 أيام وحللتها في 4 أوراق، والمسألة الثانية في 10 أوراق. تعجب الدكتور وقال للطالب: ولكني لم أعطيكم أي واجب، والمسائل التي كتبتها على السبورة هي كانت أمثلة كتبتها لمسائل عجز عنها علماء الرياضيات، لقد عجزوا عن حلها. ما زالت هذه المسائل بورقاتها معروفة في الجامعة باسم هذا الطالب، وبناء على اقتراح هذا الأستاذ كانت الطريق من أجل أن ينال ذلك الطالب درجة الدكتوراه. وبهذه المسائل أيضا كانت فيها فرصة لكثير من الطلبة للحصول على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز. إنها المعضلات التي نضعها في عقولنا لمسائل ربما تكون سهلة، ولكنها هي أيضا من السهولة بمكان. ربما يكون المسألة سهلة، ولكن قناعتنا هي التي تحكم هل المسائل سهلة أم صعبة. مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم اكسبوا الذي يأتيكم عبر هذه الشاشة المميزة، والتي تأتيكم أيضا بالتزامن مع قرب موعد انطلاق اكسبو 2020 الذي يحل علينا ضيفا عزيزا كنافذة ثقافية عالمية وحضارية عالمية على أرض هذا الوطن الغالي. مشاهدينا، سؤالنا اليوم: ما اسم الطائر الذي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في اكسبو 2020 دبي؟ سؤالنا النهاردة سهل جدا، وبنتكلم عن اسم الطائر الذي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقدروا مشاهدينا تتواصلوا معنا على الرقم اللي هيظهر أمامكم على الشاشة، ومن خلاله بنقول لكم جوائزنا النهاردة عبارة عن 500 درهم نقدا وصندوق عطور عالمية وكوبون مقدم من حدائق دبي بارك. الجوائز كثيرة والسؤال سهل جدا مشاهدينا في كل مكان. ونذهب لتقرير لحد ما تحضروا الإجابات وتبحثوا عنها، عن اسم الطائر اللي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020. تقرير مع السيد علي محمد الرجدي، مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الشارقة الخيرية، ونرجع لكم بعد التقرير، فانتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. حملة رمضان لعام 2021 لها مستهدفات خاصة بها، بحيث أن هذه المستهدفات تكون خاصة بهذا الشهر الفضيل. الحمد لله العمل مستمر في جمعية الشارقة الخيرية، لكن نحن حددنا مستهدفات إن شاء الله ننوي تنفيذها خلال هذا الشهر الفضيل. أولا تفريج كربة، إن شاء الله سوف نقوم بإخراج 100 سجين من السجون وخلف القضبان الحديدية في المؤسسات العقابية. إن شاء الله سنفرج كربتهم ونعيدهم إلى أسرهم لكي يفرحوا معهم ويتمكنوا إن شاء الله أن يعيدوا مع أهلهم وأولادهم ويساهموا معنا في بناء دولة الإمارات. إن شاء الله هؤلاء الأسرى سوف يكلفون أكثر من 2,200,000 درهم. وأيضا هناك علاج المرضى، ولما أقول علاج المرضى كلنا يعلم أهمية علاج المرضى والدور النفسي الذي يلعبه هذا المرض على الذين يصابون بالمرض، حيث يعانون من تعب جسدي وتعب نفسي. وأيضا كلنا نعلم بأن المرض يحتاج إلى تكاليف علاجية عالية. الحمد لله الجمعية تكفلت إن شاء الله خلال هذا الشهر فقط بعلاج 100 مريض بقيمة تصل إلى 1,800,000 درهم. سنوفر إن شاء الله لهم العلاج، ولدينا تعاقد مع مستشفيات داخل دولة الإمارات ذات جودة عالية وبأسعار مميزة. إن شاء الله أيضا هناك مستهدف ثالث خلال الحملة الرمضانية، سنقوم بصيانة 50 منزل
صيانة 50 منزل للأسر المتعففة المسجلة لدينا. نحن لدينا أعداد كبيرة من الأسر، وعملنا إحصائيات وزيارات لمساكنهم. الحمد لله تبين لنا بأن كثير من المساكن تفتقد لكثير من المستلزمات. إن شاء الله سنقوم بصيانتها وإعادتها لتكون كالجديدة، وتوفير النواقص في هذه المساكن لكي نوفر بيئة معيشية لأهلها وسكانها بقيمة 1,300,000 درهم. هناك دفع فواتير الكهرباء، كلنا نعلم أهمية الكهرباء، وخصوصا خلال أيام الصيف الكهرباء مهمة جدا، وعندما تنقطع الكهرباء في المنزل لأهميتها يصبح العيش في هذا المنزل، وخصوصا في فصل الصيف في دولة الإمارات الحياة صعبة. إن شاء الله نحن ننوي توفير أو دفع فواتير كهرباء ل100 مستفيد لدينا بقيمة تتجاوز 185,000 درهم، وإن شاء الله هؤلاء سينعمون إن شاء الله بدفع فواتير الكهرباء عنهم. هناك أيضا إن شاء الله سنقوم بتسديد الرسوم الإيجارية لمن تخلفوا عن سداد الإيجارات وأصبحوا مهددين بالطرد من مساكنهم، لكي أيضا نوفر لهم إن شاء الله بيئة مناسبة، وندفع عنهم إيجارات المساكن المتعلقة عليهم بقيمة تصل 1,500,000 درهم. إن شاء الله سندفع إيجار ل100 مستفيد أو 100 طالب مساعدة لدينا هنا. وفي النهاية إن شاء الله أيضا أبنائنا الطلبة سوف يكون لهم نصيب من هذه المساعدات أو هذه المستهدفات، وهي الرسوم الدراسية. إن شاء الله سنقوم بتسديد رسوم 50 طالب، ندفع عنهم هذه الرسوم في المراحل الدراسية المختلفة وحتى مستوى الجامعة بقيمة 370,000 درهم، لكي يتمكن أبنائنا من إكمال مسيرتهم التعليمية على خير طريق وأكمل طريقة. وعندما أتكلم عن المستهدفات أنا أقصد شهر رمضان، ولكن كل هذه الأعمال مستمرة طوال العام، والجمعية الحمد لله لا تتوقف أبدا عن تقديم المساعدة ومد يد العون لكل طالب للمساعدة. وهذه الأعداد فقط من أجل الاستشهاد بها، ولكن ممكن أن تتضاعف هذه الأعداد إذا أخواني المحسنين ساهموا معنا كعادتهم في دعم حملات الجمعية المختلفة. إن شاء الله سيتضاعف هذا العدد، ويصل خيركم وبركم وعطاءكم إلى أكثر الناس حاجة داخل دولة الإمارات. وتبقى جمعية الشارقة الخيرية دائما وأبدا هي دليلكم إلى أبواب الخير. ورجعنا لكم مشاهدينا ونكمل اللقاء النهاردة، وكل الشكر والتقدير لجمعية الشارقة الخيرية والسيد علي محمد الرشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الشارقة الخيرية على ما تقدمه من جهد كبير وعطاء عظيم أيضا في مجال العلم ودعم طلبة العلم، لأنها من المسائل الهامة جدا التي تبنى بها الأمم. وقلنا بأن تواصل العقول وصنع المستقبل ليس شعار، إنما هو منهج في الحياة، منهج في إدارة الفترة القادمة لأنه يصنع المستقبل. رجعنا لكم مشاهدينا وبنقول سؤالنا النهاردة سهل جدا، وبنتحدث عن اسم الطائر الذي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي. ما اسم الطائر؟ السؤال سهل جدا، وربما تكون أيضا عندنا بعض الأسئلة الفرعية عن مواصفات هذا الطائر وأهم الأشياء اللي بتميز هذا الطائر. نتعرف عليه أكثر معاكم مشاهدينا من خلال اتصالاتكم على الرقم الظاهر أمامكم مشاهدينا. وبنقول جوائزنا النهاردة عبارة عن 500 درهم نقدا وكوبون عطور، أيضا صندوق عطور وكوبون مقدم من حدائق دبي برك. فاصل قصير مشاهدينا وبنرجع ناخد اتصالاتكم، فابقوا معنا. ورجعنا لكم مشاهدينا وبنكمل حلقتنا النهاردة معاكم من برنامجكم اكسبوا.
الذي يأتيكم على هذه الشاشة المميزة. وسؤالنا النهاردة أيضا مميز وسؤال سهل جدا، بنتحدث النهاردة عن اسم الطائر الذي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020. الشعار هنعرفه كلنا معاكم من خلال إجاباتكم مشاهدينا، وجوائزنا النهاردة عبارة عن 500 درهم نقدا وصندوق عطور وكوبون مقدم من حدائق دبي بارك. ومعنا الاتصال الأول من شعبان عزيز من الفجيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا ومرحبا أخويا شعبان، كيف الأحوال؟ الحمد لله. كيف رمضان معك؟ الحمد لله دائما الحمد يا رب لله. إجابة السؤال هي الصقر. الصقر، أي نوع من أنواع الصقور؟ والله أنا ما عندي خبرة كثير بالصقور، بس طب عندك أي معلومة عن الصقر بشكل عام؟ لا والله. إذن نعرف الإجابة صحيحة ولا لا في نهاية المسابقة. نشكرك أخونا شعبان عزيز من الفجيرة. شكرا. على المشاركة معنا. مكملين معاكم مشاهدينا، ومعانا اتصال من المملكة العربية السعودية من هناء سالم سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا أختي هناء، كيف الأحوال؟ أهلا فيك. الله يبارك لكم يا رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير ومبارك عليكم الشهر. وأنتم بخير وصحة وسلامة. إجابة السؤال هي الصقر. الصقر، هل تعرفي أي نوع من أنواع الصقور؟ والله ما عندي فكرة. هناك أنواع كثيرة في الصقور. طب عندك أي معلومة عن الصقور بشكل عام؟ ممكن صقر الشاهين. الشاهين؟ ليس الشاهين، لكن هناك صقر آخر سنعرف من يعني الإجابة. هنعرف إذا كانت صحيحة ولا لا. الأسئلة الأخرى أسئلة فرعية ليست أسئلة رئيسية. السؤال الرئيسي فقط اسم الطائر اللي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات. بنشكرك على المشاركة معنا أستاذة هناء من السعودية. وأنت يا رب العالمين بكل صحة وعافية. كملين مشاهدينا وبنقول سؤالنا النهاردة، ما اسم الطائر الذي استلهم منه جناح دولة الإمارات تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي؟ ومعنا اتصال آخر من المملكة العربية السعودية من حنين نبيل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخت حنين. أهلا فيك. إجابة السؤال هي الصقر. هذا سؤال ولا جواب؟ جواب. عرفت المعلومة من معلومات سابقة ولا من البحث؟ من البحث. من البحث. أشكرك يا حنين على المشاركة وعلى الإجابة على سؤالنا النهاردة. مشاهدينا، الموضوع اليوم في غاية الأهمية، لأن كل إنسان عنده قناعات في حياته بتسيطر على تصرفاته، تتحول إلى عادات ثم تكون طباع لا تنفك عن الإنسان. فالإنسان إذا رأى الأمور صعبة يجد الحياة صعبة، وإذا وجد أن الأمور ربما تحل بسهولة إنما يتحول أو تتحول تلك البرمجة اللغوية العصبية التي ترسخت في ذهني منذ الصغر إلى أمور يمكن أن تفك أصعب الأمور في الحياة. المثال اللي ضربناه اليوم مثال ولا أروع لطالب لم يكن يعرف أن الأسئلة أصلا عجز العلماء عن حلها، وكل يوم والتاني تطالعنا الصحف عن نماذج من طلبة وربما منهم كثير من العرب من يحلون الغاز عجز العلم عنها منذ أكثر من 100 عام وأكثر من 500 عام، لأن المسألة هي مسألة بحث وقناعات كما قلنا. فالقناعات دائما تصنع من الإنسان شيء آخر وتضعه في مكان آخر. مشاهدينا، بنتكلم النهاردة عن الطائر الذي استلهم منه جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020، وقالوا إنه هو الصقر. هل أي نوع من أنواع الصقور؟ هنعرف معاكم ومن خلال إجاباتكم اللي بتأتينا عبر الاتصالات المباشرة معاكم مشاهدينا. وإذا تكلمنا عن الصقور، الصقر بنقول إنه هو من أكثر الطيور ذكاء. الصقر هو من أكثر الطيور ذكاء، ويمكن أن يتكيف ويتأقلم ويعيش في أي مكان. فهو يمكن أن يكون في عش قديم مثلا مهجور، ويمكن أيضا للطائر الصقر أن يبني عشا جديدا لنفسه من بعض النباتات وبعض الحشائش. هذا الطائر الذي نتحدث عنه اليوم إنما يمتاز أيضا بالقوة الشديدة، وأيضا هو فيه صفة أيضا عجيبة جدا في أن أنثى هذا الطائر أكبر حجما من الذكر، وهذا على خلاف الكثير من الحيوانات والطيور الأخرى التي يمتاز فيها الذكر بقوة البنية وأيضا بكبر الحجم. ومعكم اتصال آخر مشاهدينا من روزينا مراد من الفجيرة. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافية. وأنت بخير وصحة وعافية أخت روزينا. الله يسلمك. من طائر الصقر.
متأكدة من الإجابة؟ نعم، هو طائر الصقر هذا المختص بجناح الإمارات، بس الشعار الإكسبو العام اللي طلعوه من قطعة أثرية وجدت في موقع فاروج الحديد الأثري. وما اسم الشعار الرئيسي أو الذي استلهم منه الشعار إكسبو؟ شعار إكسبو العام؟ نعم، الاسم اسمه إيه؟ فاروج الحديد، موقع الصاروخ أو الصاروج. أيوة. بالفعل. أيوة. نشكرك على المعلومات القيمة اللي عدتنا بها أخت رزينة مراد من الفجيرة، وبالفعل في منطقة أثرية تم استخراج كنز أثري رائع من آلاف السنين واستلهم منه الصاروج. معنا اتصال من حليمة من الفجيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا أخت حليمة. سؤالنا النهاردة عن الطائر، ما هو؟ الصقر. عندك أي معلومات إضافية عن الصقر نضيفها للمشاهد الكريم أو المشاهدة الكريمة؟ الصقر البالز. البالز ال البالز صقر البالز البال. نعم. اسمي غلط لو سمحت. الاسم غلط. أي اسم؟ اسمي. طب أعطينا الاسم أختي نسمعك. حليمة محمد خلفان. حليمة محمد خلفان، أشكرك. عادي 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 أختي تشارك؟ طبعا تتفضل. الاسم اسم أختك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي. نتعرف، اسم؟ فاطمة محمد خلفان. فاطمة محمد خلفان من الفجيرة، حياك الله. يا فاطمة، إجابة السؤال هي الصقر البالز. طيب، والمعلومة الإضافية اللي ممكن تضيفيها أيضا للصقر، طباعه أو صفاته أو شكله أو حجمه؟ هو كبير شوية وذكي. وذكي، من أذكى أنواع الطيور. نشكرك يا فاطمة على المشاركة معنا في مسابقة النهاردة. مشاهدينا مكملين معاكم المسابقة وبنتكلم عن الطائر اللي استلهم منه جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا الطائر يستعمل أيضا في القنص، ويستعمل أيضا في الصيد، ويستعمل في أمور كثيرة في الحياة، ويمكن توظيفه، ويمتاز بالقوة الشديدة جدا. أيضا هذا الطائر يمثل شعار الدولة، يمثل شعار رسمي، وهذا الشعار له مكانة عظيمة في قلوب كل من ينتمي لهذا الوطن الغالي. سؤالنا النهاردة مشاهدينا اللي انضموا إلينا الآن بالمشاهدة مرة تانية، بنقول سؤالنا النهاردة: ما اسم الطائر الذي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة إكسبو 2020 في دبي؟ وبنتكلم عن الشعار لأنه له رمزية في الحياة مهمة جدا. الشعار يجعل الإنسان دائما راية من رايات النصر في الحياة، راية من رايات الهدف والغاية التي لابد أن يراها دائما ترفرف عالية، فإذا رآها ترفرف عالية ظلت همته أيضا عالية، لأنه يستمد منها القوة، أو من هذا العلو يستمد قوة في حياته. فكلما كانت الراية وكلما كان الشعار وكلما كان هذا الأمر أو الرمز عال وقوي، كلما صارت معه إمكانياتنا أقوى. وإذا اخترنا الصقر مثلا فإنه طائر قوي وذكي وأيضا كبير الحجم، يطير بعيدا، وربما يكون له أهداف أخرى من القوة والمكانة ومن الهيبة. يأتينا اتصال آخر من ناصر هيثم من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أستاذ ناصر، كيف الأحوال؟ كيف رمضان معاكم؟ والله الحمد لله. الحمد لله تعالى. الإجابة هي الصقر. الصقر، متأكد من الإجابة؟ أيوة متأكد من الإجابة. طيب، إذا سألنا أستاذ ناصر إيه الصفات اللي ممكن نستمدها من الصقر، إيه اللي ممكن نتعلمه من هذا الطائر في حياتنا؟ والله أتوقع القوة. القوة. أيوة. القوة فقط. والشجاعة. والشجاعة. أيوة. إذا قلنا بأن الطائر يطير في السماء وينزل على فريسته مباشرة أو ينزل على هدفه مباشرة، ألا يمكن أن نستفيد من ذلك أن الإنسان لابد أن يحدد الهدف ثم يتوجه إليه مباشرة بذكاء وقوة؟ أشكرك. نعم، أشكرك يا ناصر على المشاركة معنا وعلى إجابة السؤال، ومكملين معاكم ومشاهدينا. وبنذكركم بسؤالنا النهاردة هو: ما اسم الطائر الذي استلهم منه تصميم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي؟ وبنتكلم عن صفات الطائر اللي محل حديثنا النهاردة، وبنقول إنه إذا كان ذكي الإنسان لابد أن يتسم بالذكاء في الحياة، لابد أن يخطو الخطوة وهو قد يعني أعد لها حساباتها بشكل جيد. والإنسان لا يسير في الحياة هكذا بدون أن يضع له هدفا، الهدف مع ذكاء تحديد الهدف مسألة مهمة جدا للإنسان لأنها تصنع له المعجزات. معانا اتصال من ولاء
ثابت من عجمان. السلام عليكم يا ولاء. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا بك عبر هذه الشاشه. اهلا بك. اجابه السؤال هي شعار دوله الامارات استوحى عن طريق الصقر. لانه طبعا يعني الصقر هو الصقر شعار دوله الامارات. والمعلومات الاضافيه اللي حابه تزودينا بها عن هذا الطائر؟ والله هو اختاروه علشان الشجاعه والذكاء والقوه، وانه رمز يعني علشان يعبر ان دوله الامارات دوله قويه يعني. نعم، أشكرك يا ولاء على المشاركة معنا وعلى هذه المعلومات القيمة والصفات الجميلة التي يختار بناء عليها هذا الطائر من أجل أن نستمد بعض صفات الإنسان أو بعض صفات الحركة في الحياة من هذا الطائر الذكي والقوي، وأيضا يعني في جمال في شكله وفي منظره وفي هيبته. معكم مشاهدينا بنكمل حلقتنا النهاردة وبنقول الإنسان في حياته لابد أن يكون له هدف يحدده بذكاء ويسير نحو هذا الهدف في الحياة. وينضم إلينا عثمان عبد الرحمن من العين. السلام عليكم. انقطع الاتصال مع عثمان وبنرجع نكمل معاكم مشاهدينا وبنتكلم النهاردة عن صفات لابد أن يستلمها الإنسان من الطائر. الطائر اليوم اللي بنتكلم عنه هو محل السؤال الذي استلهم منه جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، وبنقول لمشاهدينا في كل مكان اتصلوا بينا هتفوزوا معنا بجوائز قيمة جدا، معنا 500 درهم نقدا وأيضا صندوق عطور عالمية ومعنا كوبون مقدم من حدائق دبي بارك. الطائر اللي بنتحدث عنه النهاردة هو ليس متكاثرا بأعداد كبيرة، إنما ربما في العام يتكاثر بفرد أو اثنين، يعني أنثى هذا الطائر تضع كل عام يعني بيضة أو بيضتين، وتظل 30 إلى 35 يوما حتى تخرج في طائر صغير، أيضا ربما يصير طائر كبير بعد ذلك وبعد فترة من حياته. مشاهدينا، القصة اللي حكيناها في أول الحلقة بتتكلم عن أن الإنسان ربما يضع في نفسه في برمجته لنفسه عراقيل لا تجعله يخطو خطوة في الحياة، وإذا وضع أمامه أهداف حقيقية ربما يصل إلى مبتغاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع لنا مثال الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يذهب إلى القرية التي فيها طاعة والتي فيها أناس صالحين، إنما بدأ المشوار ولم يكمل هذا المشوار إلى نهايته، إنما مات في منتصف الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب لأنه حدد الهدف ومشى فيه، إنما قبضته ملائكة الرحمة. ومعانا آخر اتصال النهاردة أحمد يوسف من الفجيرة. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا. إجابة السؤال هي الصقر، طائر الصقر. نعم. أشكرك يا أحمد على إجابة السؤال، وبنشكر كل المشاهدين اللي اتصلوا بينا واللي شاركونا النهاردة، ونذهب إلى هذا الدعاء ونقول معاه كلنا أمين، ونرجع لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. لا تعذبنا يا جمعية الفجيرة الخيرية تتمنى لكم صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً. للتواصل الرقم المجاني 800-8844، خدمة الواتساب 050-611-2409، الموقع الإلكتروني www.fujcharity.ae. ورجعنا لكم مشاهدينا في الفصل الأخير، هنعرف معاكم مين فاز معانا بالجوائز اليوم. يا ترى مين سعيد الحظ أو سعيدة الحظ النهاردة اللي فاز معانا بالجوائز اليوم؟ معنا شعبان عزيز من الفجيرة. ألف مبروك، الجائزة عبارة عن 500 درهم نقدا. ألف مبروك شعبان عزيز من الفجيرة. الجائزة الثانية عبارة عن صندوق عطور عالمية. وأيضا مين سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟ رزينة مراد. رزينة مراد، ألف مبروك الجائزة، وهي عبارة عن صندوق عطور عالمية. ألف مبروك الجائزة. والجائزة الثالثة عبارة عن كوبون مقدم من حدائق دبي بارك. أيضا حنين نبيل، ألف مبروك حنين نبيل من السعودية. ألف مبروك الجائزة، نبارك لحنين الجائزة. مشاهدينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم اكسبوا. غدا حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في أمان الله.